سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، وحييكم أحلى تحية، ونتواصل معكم كالمعتاد على الهواء مباشرة لنأخذكم للتعرف على آخر الأحداث والمتابعات والمستجدات الرياضية التي نحرص نحن فريق عمل الشوط الثالث أن نضعها أمامكم أولا بأول. كالمعتاد نبدأ من أهم العناوين. وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان يهنئ فريق الجوية لحصوله على لقب كأس العراق، ونادي الشرطة على فوز إدارته الجديدة خلال الانتخابات الأخيرة. منتخب العراق بكرة السلة يلاقي الفريق الأردني الشقيق في منافسات بطولة غرب آسيا الجارية في مدينة الفحيص الأردنية بمشاركة منتخبات لبنان وإيران وسوريا والأردن إضافة إلى العراق. والشوط الثالث يستذكر اليوم رحيل مدير ألعاب الجيش السابق العميد الركن فالح أكرم فهمي خلال الحفل التأبيني الذي أقامته رابطة الرياضيين الرواد في بغداد. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي المشاهدين، ونبدأ من التهنئة التي قدمها وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان إلى إدارة نادي القوة الجوية متمثلة باللاعبين والمدربين والجماهير لمناسبة حصول فريق القوة الجوية على لقب كأس العراق خلال المباراة التي جرت قبل يومين وانتهت لصالح القوة الجوية بهدفين دون رد على غريمه التقليدي بطل دوري النخبة الفريق الزورائي. عبد الحسين عبطان قدم إلى إدارة القوة الجوية التهنئة التي مثلت عرسا كرويا من أعراس رياضتنا، تزين بها ملعب الشعب، عكس للعالم أجمع أن العراق محب للحياة، والحضور الجماهيري والنجاح التنظيمي في المباراة كان رسالة بالغة إلى فيفا بأن العراق قادر على تضييف مبارياته الرسمية. وأعرب عبطان عن أمانيه بأن يواصل الصقور نجاحاتهم آسيويا والسير بثبات في كأس الاتحاد الآسيوي بعد تأهل الفريق إلى الدور الربع النهائي. كما وقدم عبد الحسين عبطان التهاني لفريق الزوراء الذي بارك له أيضا حصوله على المركز الثاني متمنيا له تحقيق النجاح والحظ الأوفر خلال مشاركاته المقبلة. بينما بارك الوزير انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الشرطة الرياضي متمنيا للهيئة الجديدة النجاح في العمل مع أحد رموز الرياضة العراقية المنجزة، حيث يقترن اسم نادي الشرطة بالإنجازات والبطولات بمختلف الألعاب يضاف لها جماهيريتها. وأيضا ناشد عبطان الجميع بفتح صفحة جديدة مشرقة تتجاوز الخلافات وتقدم اسم الشرطة على كل شيء. يذكر أن انتخابات نادي الشرطة أسفرت عن فوز اللواء أياد عبد الرحمن رئيسا للهيئة الإدارية، وصادق فرج أيضا من ضمن الفائزين، وأيضا نهاد أنور، غازي فيصل، علاء بحر العلوم، وتحسين الياسري، إضافة إلى الدكتور عدي طارق الربيعي. نتمنى لإدارة نادي الشرطة النجاح والموفقية. أيضا سادتي المشاهدين، ما زال الفوز الكبير الذي حققه القوة الجوية على الفريق الزورائي حاضرا في عشاق الساحرة المستديرة، ويوم أمس وعدناكم أن نهيئ لكم تقريرا يتحدث عن الفوز الكبير الذي تحقق على ملعب الشعب في مباراة كبيرة وجميلة. نتابع هذا التقرير ليعد زيد السراج عن نهائي كأس العراق الذي تكلل بفوز الصقور، وأيضا شهد اعتزال النجم الدولي السابق هشام محمد. نتابع. قد يكون حرف الميم متواجدا في نهايات مقاطع الكلام، وللجمهور الكبير منا تحية حب وتقدير واحترام. البداية كانت من حفل اعتزال لاعب المنتخب الوطني السابق ونجم الزوراء هشام محمد، والذي ودع الملاعب بعد أكثر من عقد ونصف قضاه داخل كنف القلعة البيضاء، لتكون هذه المناسبة عرسا كرويا مهما ودع من خلاله الملاعب ذلك الهشام.
لتبدأ مع صافرة الحكم مباراة نهائي كأس العراق ما بين الزوراء والقوة الجوية. شوط أول ربما لم يرتقي بطموحات الفريقين، الزوراء حاول ببعض الكرات التسجيل والجوية سجل هدفا لحمادي أحمد ألغاه الحكم بداعي التسلل. في الفترة الثانية كانت نوايا الصقور واضحة للتسجيل، وفعلا تحقق ذلك من خلال طلعة كانت على أرضية الميدان من بشار رسن الذي سجل الهدف الأول، وبعدها حاول الزوراء تعديل الكفة ولاحت له بعض الفرص، لكن الفرصة السانحة للتسجيل أتيحت للقوة الجوية في الدقائق الأخيرة وعن طريق خطأ قاتل من حارس الزوراء علاء قاطع ليضمن الأزرق لقب البطولة والذي حسمته تسديدة همام. الحمد لله وشكر لكل مجتهد نصيب، ما خيبنا ظن هذا الجمهور، صحيح احنا فقدنا الدوري لكن الحمد لله وشكر فرحناهم. ادي هذا الفوز لروح والدي المرحوم سعيد مجبل، وادي لهذا الجمهور لانك اشكرك. مبروك الجمهور القوة الجوية، حقيقة يستحق هذا الانتصار، وهي طبعا بعد 10 سنوات عجاب بالنسبة للقوة الجوية، الله سبحانه وتعالى فتح علينا، ان شاء الله القادم راح يكون افضل ان شاء الله. مبروك للجمهور، مبروك الإدارة، مبروك اللاعبين، مبروك الكادر التدريبي، مبروك للكل. الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى، يعني اعطانا امل جديد بالكاس بعد ما فقدنا الدوري، وهذا مستوى القوة الجوية، وان شاء الله القادم راح يكون افضل ان شاء الله. ومثل ما كان هنالك ابطال داخل الميدان، وجدنا مدربا شابا طموحا تحمل المسؤولية وكان اهلا لها في ظرف عصيب مر على البيت الجوي، لكن ذلك المدرب رمى كل شيء خلف ظهره واعاد التوازن لسرب الصقور والتي انتصرت في كأس الاتحاد الآسيوي وطارت وحلقت أيضا في سماء الكرة العراقية من خلال قائدها المدرب الرائع أحمد دحام. ميم تليها ميم، وبعد بطولة الدوري التي توج بها الزوراء كان القوة الجوية بطلا لكأس العراق في مسك الختام. في نهائي كأس العراق القوة الجوية يتغلب على الزوراء ويعوض ما فاته في بطولة الدوري، علما أنه لا زال منافسا قويا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. في ملعب الشعب الدولي ببغداد للشوط الثالث، زيد السراج. شكرا زيد، ومبروك لمدرب القوة الجوية الشاب أحمد دحام، إلى الكادر المساعد، إلى الهيئة الإدارية، إلى اللاعبين جميعا، وإلى الجمهور العريق. وأيضا نبارك لفريق الزوراء الكبير نوارس الكرة العراقية، الأداء الكبير، حصولهم على دوري النخبة، وبالتالي نتمنى لهم الموفقية والنجاح. سادتي المشاهدين، الاستعدادات بدأت لمنتخبنا الأولمبي لنهائيات أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث سيبدأ المنتخب الأولمبي أولى معسكراته التدريبية في مدينة برشلونة الإسبانية، إذ أعلن عبد الغني شهد مدرب المنتخب الأولمبي عن قائمة تضم 28 لاعب لغرض الالتحاق بالبعثة العراقية التي ستغادر السبت المقبل إلى برشلونة لتدخل في معسكر يستمر لأسبوعين، حيث ضمت القائمة كل من محمد حميد فهد طالب كرار إبراهيم، مصطفى سعدون أحمد إبراهيم، هوبير مصطفى، علي عقلة، شيركو كريم، ياسر قاسم، سعد ناطق، مصطفى ناظم، علي فائز، علي عدنان، رغام اسماعيل، حمزة عدنان، علاء أمهاوي، سعد عبد الأمير، أمجد عطوان، مهدي كامل، عمار عبد الحسين، علي حصني، همام طارق، بشار حسين، مهند عبد الرحمن، عبد القادر طارق، علي قاسم، أمير صباح، ومحمد معا. وخلت القائمة من اللاعب حسين علي الذي كان من الممكن إضافته إلى بعثة الفريق، لكن جواز سفره نافذ المفعول وبالتالي يحتاج إلى تجديد. أما كرار محمد فمواليده لا تسمح، وأيضا شهدت القائمة غياب المهاجم أيمن حسين ومازن فياض بداعي الإصابة، كذلك خلت من علي لطيف وأمجد وليد، وذلك لاستدعائهم لصفوف المنتخب الوطني من قبل الكابتن راضي شنيشل. كل الموفقية لمنتخبنا الأولمبي. بالمناسبة كنا نتمنى فعلا أن يكون أيمن حسين، لأن الرجل أعلن جاهزيته للالتحاق بالفريق، لكن عبد الغني شهد يقول أنه اللاعب ما زال مصابا
وأعتقد هناك تضارب في الأخبار، لأنه أيمن حسين الكل يعرف هو سفاح جديد للكرة العراقية، لاعب يمتاز بعطاء، يمتاز بمهارات كبيرة، وربما هدفه في مرمى الفريق القطري هو من أهنه لخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بعد المباراة اللي انتهت لصالحنا بهدفين مقابل هدف واحد في الدوحة. وبالتالي يبقى التساؤل مشروع، ويبقى الحكم النهائي للكادر التدريبي والكابتن عبد الغني شهد، مع تمنياتنا الخالصة بأن يتواجد الفريق العراقي بالأولمبياد بمستوى يلبي طموحات الجماهير. من المتابعات أيضا نضعها أمامكم، انطلقت بطولة غرب آسيا بكرة السلة في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتحديد في قاعة شباب نادي الفحيص في الأردن. شارك منتخبات عديدة في منافسات هذه البطولة، من ضمنها الفريق العراقي، الأردني، اللبناني، السوري والفريق الإيراني، حيث يعول الفريق العراقي على مباراته الأولى أمام الأشقاء الأردنيين في قاعة نادي شباب فحيص في الأردن، اللي تعد مباراة في غاية الأهمية لمنتخبنا اللي يتوجب عليه الفوز بغية ضمان إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة إلى مرحلة التصفيات في كأس العالم المقبلة، وتشارك فيها 5 منتخبات. يلعب منتخبنا مباراته أمام الأشقاء الأردنيين هذا اليوم، على أن يخوض مباراة الثانية أمام إيران يوم الأربعاء، ثم مع لبنان يوم الخميس، ويختتم مبارياته في بطولة غرب آسيا بلقاء يجمعه مع الفريق السوري في الساعة 8:00 من مساء يوم الجمعة. طبعا الوفد العراقي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان قبل حوالي 3 أيام، وأجرى عدد من الوحدات التدريبية تحت قيادة المدرب الرائع قصي حاتم وبحضور وفد عراقي. لكن المؤسف أن الفريق العراقي وصل للمشاركة في البطولة من غير إداري، وهذه شغلة في غاية الأهمية، كون أنه الإداري مسؤول عن تجهيز الفريق، اللاعبين، الأمور الخاصة بفانيلات اللاعبين، بأمور كثيرة، لكن داعي التقشف هو ما قرر اتحاد السلة العراقي بأن يغيب الإداري، ويعتمدون على المعالج التركي اللي جايبيه من تركيا بتعاقد بعقد، وبالتالي هو إداري وهو معالج. لكن بصراحة كنا نتمنى أن نختزل الوفد العراقي وأن نسمي الوفد اللي جاي عنده شغل ومن داخل الاتحاد ومن داخل الأمور المعنية، لكن لاحظنا أن هناك كثيرين من الأسماء اللي نوجه لهم التحية والتقدير والاحترام متواجدين مع البعثة العراقية، بس هم ما لهم علاقة باتحاد السلة، وعندما سألناهم قالوا جايين على حسابنا، والوفد الإداري يقول جايين على حسابنا. بصراحة هذا الموضوع رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه. أنت تريد تجي على حسابك على عيننا وعلى راسنا، بس لا تقعد بفندق الفريق اللي قاعد بنفس الفندق، ولا تتواصل مع يعني انت جاي على حسابك، اذا انت جاي لتتونس، وانت جاي يعني اكيد عندك فت شغل وجاي تتابع بطولة مو مشكلة، لكن موضوع انه انت جاي وتحمل الصبغة العراقية الرسمية مع الوفد، هذا اللي ما نقبلها. وثلاث الى 4 أعضاء اتحاد موجودين، عندما سألنا السيد نائب رئيس الاتحاد قال انا جاي على حسابي، والرجل صادق. الأخ الأمين المالي يقول أنا رئيس الوفد، الأخ نائب ما أعرف أمين السر والله دكتور خالد قال أنا جاي لأنه أنا عندي مهمة التحكيم في البطولة. وأسماء من الدكاترة في كلية التربية الرياضية اللي نوجه لهم التحية، أساتذة كبار، لكن ماكو داعي لجيتهم ونتحمل عبء ونتحمل نفقات. فيا أخي رئيس الوفد، يا أخي الأمين المالي، يجب عليك أن تطبق المعايير 100%، تشيل إداري وتجيب دكاترة لأنه ياك بالكلية، هذا ما نقبله. إحنا عندنا يوم غد بإذن الله تعالى حلقة عن منافسات البطولة وعن المشاركات وعن الهموم اللي يعاني منها الاتحاد. طبعا اتحاد غرب البطولة، بطولة غرب آسيا، غاب عنها رئيس الاتحاد
اللي يجري عملية جراحية نتمنى له الصحة والسلامة في بيروت، هي عملية المعدة، نتمنى له إن شاء الله الصحة والسلامة، وكنا نتمنى أن نشوفه موجود، لكن 5 إلى 4 أعضاء اتحاد كفوا ووفوا، فنتمنى الموفقية والنجاح، وأن لا تكون مشاركتنا مثل المشاركة الماضية اللي طلعنا للأسف الشديد بأسوأ النتائج، ماكو فريق بالبطولة ما غلبنا. نتمنى أن نقدم شيء يلبي طموحاتنا، ويجب علينا أن نخطف إحدى البطاقات الثلاث لضمان التأهل إلى آسيا وإلى تصفيات كأس العالم. مشاهدينا الأحبة، قضية في غاية الأهمية نطرحها اليوم لحضراتكم، ومناشدات كثيرة وصلت إلى الشوط الثالث، أصحابها هم موظفي العقود في وزارة الشباب والرياضة من أبناء محافظة نينوى. نينوى المحتلة الآن من تنظيم داعش الإرهابي من العام 2014، كثيرين من موظفي الوزارة لا يتقاضون رواتبهم، وعدهم عوائل وعدهم التزامات، وبالتالي طرقوا أبواب الشوط الثالث لعل أن يصل صوتهم إلى المسؤولين وإلى معالي وزير الشباب والرياضة، اللي أنا متأكد ما راح يدخل هذا الرجل عندما تصله هكذا معاناة، لأنه شنو ذنب الموظف يوقف راتبه وهو محافظته احتلت، وبالتالي هو الآن هجر هو وعوائله وكثير من الرياضيين. ما أدري، إحنا الآن بانتظار انضمام الحكم الدولي اللي هو أمين سر اتحاد المصارعة في محافظة الموصل، الأخ عمار حسن اللي طلب من عندنا أن يكون معنا باتصال هاتفي، وإحنا بالانتظار، ويبدو أنه هناك مشكلة بالاتصال. إن شاء الله راح يكون معنا قريبا الأخ عمار، لأنه الشباب بالكنترول يحاولون يتصلون معاه، لكن أنا راح أختزل مشكلتهم اللي أتمنى إن شاء الله أن تصل إلى أذهان ومسامع المسؤولين، موظفي العقود موظفي وزارة الشباب في محافظة الموصل المحتلة الآن ما يتقاضون رواتب من العام 2014، يعني حجبت عنهم المخصصات وحجبت عنهم الرواتب. طيب أنتوا حجبتوا الرواتب عنهم للي بقى بالموصل، وهذا حق مشروعي، يقول لك المحافظة الآن ننتظر أن تتحرر بسواعد أبنائنا المقاتلين الأبطال بقريبا، وهذا طموحنا، لكن أكو ناس انهزموا أخذوا عوائلهم وانهزموا، ليش الحكومة ما تتواصل معاهم؟ وكثيرين منهم جوا للوزارة وقالوا لهم يا بتر احنا طلعنا وانهزمنا وعندنا عوائل، ناس راحت الأربيل وناس راحت لمحافظات أخرى وناس راحت لبغداد، فشنو ذنبنا؟ ليش ما تمشي رواتبنا؟ ورواتبنا هي مصدر رزقنا، وين نروح؟ احنا موظفين على العقود. فأتمنى أن تحل هذه المشكلة، وأتمنى أن ينضم قريبا معنا أحد المتضررين من هذه القضية، هو الحكم الدولي في لعبة المصارعة الأخ عمار، لأنه للأسف الشديد الشباب دي يحاولون وماكو نتيجة في الاتصال، وسيكون معنا بإذن الله تعالى قريبا. وأيضا هذه القضية راح نستمر بطرحها، لأنه ليهمنا بصراحة الناس تعيش بسلام، وأنه حقها تأخذه من الحكومة، هذا حق مشروع. مشاهدينا الأحبة، يوم أمس رابطة الرياضيين الرواد أقامت حفلا تأبيهيا على روح الراحل العميد الركن فالح أكرم فهمي، هذه الشخصية الرياضية التي قدمت الكثير للرياضة العراقية وللرياضة العسكرية، والذي كان مثالا يحتذى به للخلق والانضباط العالي الذي قدمه خلال مسيرته الطويلة، بل وكان أحد المشاركين كلاعب لكرة السلة العراقية في دورة الألعاب الأولمبية في روما عام 60، واللي تكللت بحصول أول وسام أولمبي للعراق عن طريق الراحل عبد الواحد عزيز، وإلى يومنا هذا الراحل العميد الركن فالح أكرم فهمي أقامت له رابطة الرياضيين الرواد حفلا تأبينيا حضره الكثير من زملائه من نجوم الرياضة العسكرية، وأيضا عائلة الراحل شاركت هذا الحفل التأبيني اللي راح يكون في حلقة هذا اليوم من الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، الجزء الثاني من الحلقة مخصص لهذه القضية. تعالوا لنتابع التقرير اللي أعد زميلنا زيد السراج اللي كان حاضر بعدسة الشوط الثالث، والذي يتحدث عن الحفل التأبيني للراحل العميد الركن فالح أكرم فهمي مدير ألعاب الجيش السابق. نتابع. وأخيرا أقيم في العاصمة بغداد حفل تأبيني
على روح شهيد الرياضة العراقية العميد الركن فالح أكرم فهمي، وسط حضور كبير من الرياضيين الرواد وأصدقائه ومحبيه وعائلته التي قدمت من بلاد المهجر لكي تحضر هذه المناسبة. فعلى الرغم من مرور العقود على رحيله وقصة استشهاده التي هزت الوسط الرياضي والكثير الكثير من الأمور التي رافقت قضية اعتقاله وصولا إلى تنفيذ حكم الإعدام، يبقى الشهيد فالح أكرم فهمي واحدا من رموز الرياضة المدنية والعسكرية، ورياضيا فذا مارس العديد من الألعاب على مستوى المنتخبات الوطنية، واسما إداريا لامعا على مستوى ألعاب الجيش العراقي ذلك العسكري المحنك والذي ينتمي إلى صنف القوات الخاصة، لم يبارز بطشه على أحد، وهو الذي كان يمتلك سلطة عسكرية، انتماءه الرياضي هو من يحركه فقط، وحبه لأهل الرياضة هو من جمعه بهم، كيف لا وهو ابن مؤسس الحركة الرياضية في العراق المرحوم أكرم فهمي. الرحمة والخلود على روح الأب والابن، وستبقى هذه العائلة الكريمة مدعة فخر لكل العراقيين نتاجا لما قدمته للرياضة العراقية من خدمات جليلة وتضحيات جسيمة، سيبقى التاريخ شاهدا عليها كلما مر ذكراهم. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. إذن رحم الله الراحل العميد الركن فالح أكرم فهمي، الذي تزامن الحفل التأبيني اللي أقامتها رابطة الرياضيين الرواد بيوم ميلاده. عائلته عبرت عن فرحها وسرورها لاستذكار الراحل فالح أكرم فهمي في هذا اليوم، وأيضا الكثير من نجوم الرياضة العراقية نجوم الرياضة العسكرية تحدثوا كثيرا عن صفات هذا الرجل الذي قدم الكثير للرياضة العراقية. اليوم سادتي المشاهدين سنتحدث عن الحفل التأبيني والاستذكاري للراحل فالح أكرم فهمي، لأنه هذا الحفل التأبيني الأول الذي تقيمه رابطة الرياضيين الرواد، واللي استطاعوا أن يقيموا هذا الحفل الاستذكاري بعد أن وجهوا الدعوة إلى عدد كبير من نجوم الرياضة العسكرية، اللواء عبد الإله عبد الحميد، اللواء خالد توفيق لازم، سامي الشيخلي، أسماء كثيرة حضرت الحفل التأبيني. اليوم سادة المشاهدين سنتحدث عن هذه الشخصية التي تركت إرثا طيبا في مسيرة الرياضة عموما مع ضيفي الكريم، وهو أيضا واحد من علامات وقادة الرياضة العراقية الذي شغل العديد من المناصب الرياضية، ربما أبرزها ورئيس الاتحاد العراقي لألعاب القوى، أيضا الأستاذ خالد توفيق لازم الذي ينضم معي من استوديوهاتنا في بغداد وعبر الأقمار الصناعية. أستاذ خالد، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. أهلا ومرحبا أستاذ، ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة ببرنامجكم المميز برنامج الشوط الثالث الذي عودنا على كثير من الأمور التي نفرح بها دائما، وهي تسليط الضوء على ما يجري في الساحة الرياضية العراقية ومعوقاتها ومشاكلها وسبل تطويرها مستقبلا. شكرا جزيلا. أهلا بك سيدي الكريم ضيفا كريما في البرنامج. سيدي الكريم، أود أن أتحدث معك وللسادة المشاهدين عن طبيعة الحفل التأبيني الذي أقامته رابطة الرياضيين الرواد، واللي حضرتك كنت داعم حقيقي لهذا الحفل التأبيني. كيف رأيت الحفل والحضور وردود الأفعال؟ أخي محمد، الحقيقة هذا من واجبات رابطة الرياضيين الرواد في العراق والعالم أن تستذكر رموز الرياضة العراقية
وبدأنا والحمد لله بهذا الرمز الرياضي العسكري والمدني وجذور ارتباطه بالحركة الأولمبية من خلال أبيه المرحوم أكرم فهمي الذي وضع اللبنات الأولى للحركة الأولمبية في العراق. نعم. والفكرة جاءت بمناسبة زيارة نجله إبراهيم إلى العراق، ويعني شفناها فرصة لأجل أن نخرج هذه الفعالية بوجود ابن النجل الوحيد للأخ فالح أكرم فهمي رحمة الله عليه. مع تواضع إمكانيات الرابطة وتحديداتها بالنسبة لهكذا أمور، لكن الرجل أبدى تعاونا كاملا في إخراجها بالشكل اللائق. طيب استاذ، الذي يليق بسمعة والده الشهيد، وكذلك بالنسبة ل عندنا يعني طبعا أمور أخرى. نعم. بالنسبة لتخطيط الرابطة أنه نذكر الأحياء أيضا، وليس نعم. فقط الذين فارقونا من الرياضيين. نعم. الأخ فالح هو كان زميلي في ألعاب الساحة والميدان. نعم. وكنا نحمل صفة عدائين بالمسافات القصيرة والطفر العريض أيضا. نعم. وشاركنا في عدة بطولات الدورة العربية في القاهرة سنة 65، واللقاءات الثنائية بين العراق وإيران في 64 و65، واللقاءات بين العراق وتركيا في 66، وأيضا التقينا في مناسبات عديدة. نعم. وطبعا المرحوم فالح في بداية حياته بنى حياته العسكرية وتوج بشهادات تقديرية ودورات خارج وداخل العراق، وحصل على شهادة كلية الأركان، ثم نعم. كان من المؤسسين لصنف القوات الخاصة نعم. في الجيش العراقي والمظليين. نعم. والفترة اللي سبقت يعني انضمامه إلينا ضمن التدريب الرياضي وألعاب الجيش جاءت في المرحلة الأخيرة من حياته. نعم. وأقدر أحدد أنه خلال يعني بداية الثمانينات نقل كمدير شعبة في مديرية ألعاب الجيش. طيب أستاذ خالد، إذا سمحت لي سؤال. أيضاً احتاجوه ضمن الحركات في معاونية التدريب في وزارة الدفاع، وبعد أن شغرت المديرية بعد إحالة اللواء نشأت ماهر السلمان مديرنا السابق، تبوأ منصب مدير التدريب الرياضي وألعاب الجيش. طيب، ومن هنا بدأت. إذا سمحت لي بسؤال أستاذ خالد، الأمور تأخذ مجرى آخر بالنسبة نعم. للتخطيط الرياضي للتدريب البدني والرياضة العسكرية. نعم. وكانت من أولويات المرحوم إيجاد صنف للتدريب البدني في القوات المسلحة. نعم. وهذا كان في حلمنا جميعا، نحن خريجين التربية الرياضية والمزاولين للرياضة في القوات المسلحة. طيب أستاذ خالد، بعد إذنك إذا كنت تسمعني عندي مداخلة، إذا التعاون بيني وبينه أستاذ خالد تسمعني، ثم نوقشت ودخلت دخلت مراحل كثيرة، وليس من السهولة أنه تحقق هذا الصنف، يعني بعد محاولات كثيرة واجتماعات وبحوث إلى أن تحقق الصنف
بوجوده هو، وهو يعتبر هو من مؤسس لهذا الصنف التدريب البدني في القوات المسلحة. نعم أستاذ خالد. نعم. الآن تسمعني إذا أوجه سؤال لحضرتك. طبعا شيء جميل أن تستطرد حياة هذا الراحل الكبير اللي للأسف الشديد لم ينل قسطا من التكريم من قبل الحكومات. نعم. المتعاقبة للأسف الشديد نشعر بألم وحسرة عندما نرى غبن يلحق بعائلة الراحل العميد الركن فالح أكرم فهمي. سؤالي أستاذ، للأسف الشديد نحن حضرنا الحفل التأبيني وأنتم تشكرون على هذه الالتفات الكريمة التي تدل على عمق العلاقة فيما بينكم أنتم جيل الطيبين جيل الذهب. ليش غابت اللجنة الأولمبية وزارة الشباب؟ هل هناك دعوة رسمية وجهت من قبلكم إلى مسؤولي الرياضة وبالتالي لم يحضروا؟ والله هذا السؤال حيرني كثيرا وآلمني بنفس الوقت الحقيقة. نعم. أنا بنفسي وأنا يعني ذرفت على 80. الله ينتك الصحة والعافية. فأوصلنا الدعوات يعني لعقر دارهم مثل ما يقولون. نعم. سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب أو التربية الرياضية أو رؤساء الاتحادات. نعم. بالإضافة إلى الاتصال بواسطة الهاتف وتكليف مجموعة من الرواد بتبليغ آخر إضافة إلى النشر اللي استمر أكثر من 3 أيام. نعم. ودعوة مفتوحة لحضور هذا الحفل. مع الأسف يعني أنا استغربت عدم حصول للأسف الشديد ولكننا كما تعلم. نعم. وكما تشير بطاقة الدعوة بأن الدعوة برعاية رياضيين الرواد وليس. نعم. بمسؤول لأنه. نعم. رياضيين الرواد هم هو حضورهم اعتباري أستاذ خالد، صمموا على هذا استذكار هذا الرجل العظيم. نعم أكيد حضور المسؤول اعتباري ويعطي قيمة للحدث، وبعدين المسؤول ما متفضل يا أستاذنا الكبير. المسؤول عندما يأتي ليثبت موقف ويدعم قضية ويتبنى قضية أكيد. نعم. هو تدعيم. نعم. للموضوع، ورابطة الرياضيين الرواد أنشئت. نعم. لغرض تدعيم موقف الرياضيين الرواد، وهذا شيء جميل والحمد لله والشكر. قادتنا الرياضيين نصهم رياضيين الحمد لله والشكر اللي موجودين. فأنا بصراحة أشعر بألم أيضا وخيبة عندما أرى غياب قادة الرياضة عن هكذا حفل تأبيني يحضره رموز من الرياضة العراقية. الله يطول بعمركم. والله أستاذ محمد يعني بالنسبة للحضور أنا فرحان بي جدا. حضر الاستذكارية عدد كبير من الرواد سواء من بغداد أو حتى من المحافظات، وقسم جوي يعني بدون دعوة. نعم. ما وصلتهم أي دعوة. نعم. إضافة إلى الأخوان المرضى يعني الله يشافيهم، مهدي على العكازة وعبد الستار عبد الرزاق على العكازة ونهلة الجبوري على العكازة جوي وبلقوة قعدناهم وجلسوا بهذه الاستذكارية الكبيرة. نعم. وهذا شيء مؤسف يعني احنا كان نود انه يحضرون مو لأجل شيء بقدر ما نحن الرواد نعاني من كثير من المشاكل يعني. نعم. اخواننا الرواد يعني تعرف انت جنابك قانون الرياضيين الرواد الصادر متعثر لحد الآن للأسف، ولم ينفذ بصورة صحيحة لحد الآن ما عدا للأسف. هذه المنحة اللي يمنحوها وأيضا متلكئة هي بعضا. عندنا أمور كثيرة يعني احنا الرواد طالبنا ونطالب ولازلنا نطالب بمنتدى للرواد اللي أعلن عنه في بداية 2004 ولم
يخطو خطوة واحدة لحد للأسف الآن من للأسف قبل الوزير الأول للشباب، وذكرناهم وكتبنا لهم عدة مرات. نعم. وحتى مقر الرابطة أيضا لحد الآن إحنا ما عندنا مقر ثابت، وإنما نعم. نقل بين الأندية. طيب. وبعض الأحيان حتى بالكافتريات نعقد اجتماعات إلى آخره. مع الأسف مع الأسف. الآن نستوقف سيادة اللواء أستاذنا الكبير الله ينتك الصحة والعافية، وأني أشكرك لحضورك بصراحة للبرنامج، وأكيد شيء جميل أن نستذكر قيمة الرياضي الرائد اللي بصراحة بهذا الحفل التأبيني والاستذكار لنجوم الرياضة أكيد عكس عمق العلاقة الطيبة لهذه الرابطة اللي نتمنى أن تنعكس على الأجيال القادمة. مشاهدينا الأحبة، تعالوا لنتابع ما تحدث به نجوم الرياضة العراقية عن الحفل التأبيني، وكذلك نجل الراحل فالح أكرم فهمي إبراهيم اللي أيضا تحدث للشوط الثالث عن رأيه بالحفل التأبيني اللي تزامن مع ميلاد والد الراحل. نتابع. أشكر قناة الشرقية للحضور اليوم وتغطية هذا الحفل باستذكار روح الشهيد والدي فالح أكرم فهمي. طبعا احنا اليوم هاي الجلسة اللي سويناها مع المقربين إلى واللي كان لهم يعني نضال مع سواء بالرياضة أو بالجيش سابقا، يعتبر مثل حفل العزاء اللي ما قدرنا نقوم فيه أيام الثمانينات من استشهد الوالد، لأنه كنا ممنوعين من إقامة العزاء. فالجماعة ما قصروا، الرواد والأبطال الرياضيين بإحياء ذكرى والدي سواء اليوم أو قبل كم يوم بيوم عيد ميلاد. طبعا بالبداية نشكر كل القائمين على هذا الاستذكار الحقيقة، يعني أنصفوا الشهيد فالح أكرم فهمي وهو يستحق الأكثر من هذا. أنا عملت كثير مع الشهيد فالح أكرم فهمي وعرفته كرياضي وكعسكري وكمدير، هو من أفضل ما عملنا معاه، لأنه هو كان كل صفات الرياضية والأخوية هي عنده. والحقيقة يعني أنا شرفت أن أكون في سفرتين خاصة وياه، مرة لألمانيا ومرة للسودان، بالسفرتين عرفت ما يحمله من أخلاق ووطنية وحب للرياضة، حب صادق للرياضة. أقول أنه الله يرحم الشهيد فالح. أولا نشكر حضور الشرقية وهي سباقة دائما بحضور هكذا مناسبات، والمرحوم صراحة ما ينسيه فالح أكرم فهمي من الرياضيين. أنا معلي بي كعسكري أو غير عسكري أو شون صارت شغلته، إحنا نذكر أنه فالح أكرم فهمي من الرواد الأوائل حيث شارك في دورة روما عام 60، لاعب كرة سلة أيضا وبطل في ألعاب الساحة والميدان. أولا يعني أستاذ فالح أكرم فهمي من الشخصية الرياضية المبدعين صاحبين خلق عالي من رياضيين، أو الوالد يعني والده يعني كان من المؤسسين الرياضة، أكرم فهمي يعني من الشخصيات الرياضية في ذاك الوقت من مؤسسين الرياضة في العراق. فإحنا جينا اليوم هذا العزاء التأميني يعني بصراحة ذكرى استشهاده ووفاته، يعني هذه الشخصية نشوف من كل المفعاليات الرياضية حضورهم هذا اليوم، يعني فالشيء يعني قليل بحقه بصراحة. بس يؤسفنا أنه بعض الشخصيات من اللجنة الأولمبية لعدم حضورهم هذا اليوم، يعني احنا مدينين يعني حتى الأعضاء في اللجنة الأولمبية الموجودين، يعني هو صاحب فضل عليهم هذا الرجل أنه يعتبر رجل رياضي وقائد بالرياضة العراقية في ذاك الوقت. يعني إذن شكرا لكل المتحدثين، وفعلا أضم صوتي إلى صوت الكابتن الكبير إسماعيل خليل اللي كنت أتمنى أن يكون أحد من المسؤولين حاضر في هذا الحفل التأبيني، لكن للأسف الشديد ما أعرف شنو اللي غير الناس والشغل، هل ينسي هيك حفل تأبيني لهيك شخصية رياضية بمستوى فالح أكرم فهمي.
أعود إلى الأستاذ العزيز الكابتن خالد توفيق. لازم بدقيقة واحدة أستاذ خالد، أنا سعيد بتواجدك معي ضيفا كريما في الشوط الثالث لنتحدث عن هذه القضية وهذا الحفل التأبيني. بدقيقة واحدة، ما هي الكلمة اللي تحب توجهها عبر منبر الشوط الثالث إلى كل المعنيين؟ والله أنا كلمتي للسادة المعنيين أنه الرواد الذين قدموا للعراق ورفعوا الرايات وأعلام العراق وعزف السلام الجمهوري لبعضهم، هؤلاء يجب أن يكرموا في حياتهم قبل مماتهم. نعم. ولأنهم عبروا عن حبهم للعراق وبذلوا ما في وسعهم لإبراز كلمة العراق. نعم. في المحافل الدولية والعربية والعالمية لآخره. نعم. وأشكر الشرقية وبرنامج الشوط الثالث على إتاحة الفرصة لنا للتحدث عن همومنا، ولو همومنا كثيرة الحقيقة. الله يشيل الهموم إن شاء الله، ونأمل أنه إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإجراء استذكارات مماثلة للأحياء والأموات من نعم بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكر موصول إلى اللواء الأستاذ خالد توفيق لازم، أحد الرواد الرياضيين الكبار، رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، وأيضا أحد الرياضيين، وأيضا تحية إلى كل من ساهم في استذكار حياة الراحل فالح أكرم فهمي، اللي نتمنى أن رب العالمين يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. سادتي المشاهدين، قبل أن أختم هذه الحلقة، كنا نتمنى من المسؤول الرياضي أن يراعي مشاعر الرياضيين الرواد وأن يتواصل معهم، لا أن يعيش في برج عاجي، لأنه اللي يعيش في برج عاجي نهايته سريعة تكون. فأتمنى أنه نختزل الخطوات ونكون قريبين من هذه الرموز الطيبة، لأن هم ذولا تاريخهم مشرف. مشاهدين الأحبة، حلقة اليوم انتهت، لكن قضايانا ستستمر بإذن الله تعالى في حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. أحلى تحية من كل زملاء العاملين في القسم الرياضي في استوديو البث في الكنترول، ومن خلفهم المخرج علي العبايتشي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى حلقة الغد بإذنه تعالى أقول لكم في مالها.